أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئنات الميليشيات الموالية لإيران تهدد بالسلاح في حال استبعادها عن تشكيلات الحكومة. المدى مختصون إجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار وقتية ولم تعالج الأزمة. العربي الجديد تظاهرة في رام الله تندد باللقاء السداسي في النقب طعنة للتضحيات الفلسطينية. ساندي تايمز روسيا كررت أخطائها في حرب الشيشان وصححتها بدك المدن الأوكرانية. عربي 21 لوهانسك تريد الانضمام لروسيا وأوكرانيا تتعهد بحرب عصابات. ديلي ميل نجل بايدن متورط بتمويل المختبرات البيولوجية بأوكرانيا. وكالة فرانس بريس العراق يعاني شللا سياسيا منذ الانتخابات البرلمانية. يقول الكاتب جاسم الشماري سنويا نتوقف عند ذكرى احتلال العراق بحيرة كبيرة، ونكون أمام ذكريات دموية ومرعبة لحوادث قاسية وأحداث جسام وقعت في تلك الحقبة المظلمة، ولا نجد أي مدخل فكري أو منطقي يمكن أن يفسر حقيقة ما جرى في العراق، وكأنه كابوس مخيف ولكنه كابوس واقعي ودموي وإرهابي وليس مجرد أضغاث أحلام بعيدة عن الواقع. إن العملية العسكرية التي قادتها أمريكا وبمشاركة عشرات الدول ضد دولة ذات سيادة أدخلت العراق بعد إزالة رئيسه وإعدامه لاحقاً في مرحلة الاحتلال الذي استمرت تداعياته حتى الساعة، رغم الإعلان الأمريكي الرسمي بالانسحاب نهاية العام 2011. وقد استوقفتني وأنا أراجع أرشيف تلك المأساة الإنسانية كثرة الأسماء التي أطلقت على عملية احتلال العراق، وأبرزها حرب الخليج الثالثة وحرب العراق واحتلال العراق وغزو العراق، وجميع هذه التسميات يمكن تقبلها لأنها واقعية ومنطقية، أما أن تسمى حرب تحرير العراق أو عملية حرية العراق فهذه غريبة وعجيبة ومذهلة. ومع كل هذا صرنا اليوم وبعد 19 عاماً من التغيير بين مزدوجين أمام عملية سياسية غريبة لا يعرف من يتحكم بها وكيف تدار وما هي ثمارها وإلى أين يريدون أن يصلوا بالعراق. لقد وقع العراق في مصيدة أكذوبة الديمقراطية المستوردة، ولم تتمكن القوى الحاكمة من إيجاد أي بصيص أمل أو ضوء في نهاية النفق الدامس يمكن أن يشجع الناس على تقبل الديمقراطية المسلحة ويدفعنا الانسداد السياسي بين فرقاء الديمقراطية لندور في فلك العديد من المتاهات، ومن بينها هل الولايات المتحدة غيرت المشهد العراقي نحو الأفضل أم نحو المجهول؟ إلى متى ستبقى العملية السياسية غير المنتجة جاثمة فوق صدور العراقيين ومستحوذة على صناديق الاختراع التي تملأ بقوة السلاح والدولار؟ أحزاب تريد منك أن تصفق للنواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب، وأحزاب أخرى تؤكد أن البرلمان رجس من عمل الشيطان فلا تقربوه، ولا يزال أعضاء الكتلة الصدرية يصرون على تذكيرنا بأن الحياة الدنيا فانية. تحت عنوان قتلوا الوطن وأحيوا الصفقات كتب علي حسين مقالا في صحيفة المدى، نستمع إلى جزء منه. في كل دول العالم التي تحترم مواطنيها تكون مهمة النائب أن يرتقي بالعمل الوطني ويضع هموم الناس تحت المجهر.
لكننا في هذه البلاد نشاهد كيف تحولت مهمة النائب من مشروع للقوانين إلى ناثر للشوكليت فرحاً بغلق قبة البرلمان. سيقول البعض: يا رجل ماذا تريد؟ هل تريد منا أن نلغي الانتخابات؟ ونحفر بأيدينا قبراً للديمقراطية التي ستبلغ عامها 20؟ للأسف في كل انتخابات نطرح السؤال الذي لا يزال يحير ملايين العراقيين: لماذا ندعو الناس إلى الانتخاب؟ هل من أجل أن نمنح النواب مزيداً من الأموال والصفقات؟ هل من أجل أن يعرف المواطن أن الديمقراطية عندنا مهمتها بث الخوف في نفوس الناس والسخرية من آلام المواطنين وغلق أبواب الرزق في وجوههم وتعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى إقطاعيات وإعادة البلاد إلى القرون الوسطى وتمكين أشخاص لم يبلغوا سن الرشد السياسي من الحصول على ملايين الدولارات وتقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؟ ماذا حدث في هذه البلاد التي تتقاذفها الحكومات الفاشلة ويتربع على أنفاسها ساسة مهمتهم الذهاب بنا إلى المجهول؟ منذ برلمان عام 2006 امتلأت حياتنا بمطولات وأغنيات حماسية عن موت المحاصصة، وفي كل ساعة تدخل أصوات جديدة إلى الساحة ترفع شعار نموت نموت ونعبر الطوائف. فماذا وجدنا في البرلمان اليوم؟ وجدنا أن معظم ساستنا يدفعون باستماتة عن استمرار العراق في موقع المتقدم في جدول البؤس والخراب العالمي. تعرف الأمم المتحضرة أو التي يتمتع ساستها بالحد الأدنى من سلامة الحس الوطني البرلمان بأنه المكان الذي يجتمع عليه كل المواطنين، لكن للأسف تحول البرلمان في العراق إلى بورصة للمشاريع التي تدر الأرباح بالدولار حصراً. يقول الكاتب ماهر أبو طير في صحيفة الغد الأردنية: محزنة جداً قصة العالم العربي، فهذه الدول لا تحتمل أي أزمة، ويكفي أن نرى تأثيرات الأزمات الدولية عليها من وباء كوفيد-19 وصولاً إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها الممتدة. برغم أن العالم العربي ثري جداً من حيث موارد النفط والغاز والمياه والأراضي الصالحة للزراعة وتوفر كل أنواع المعادن والثروات الطبيعية وصولاً إلى ما يرتبط ببقية القطاعات، إلا أن أي أزمة تهز هذا العالم العربي فهو عالم هش ضعيف يعيش في أغلبه على الاستيراد ويعتمد على بقية الأمم في الغذاء والدواء والتكنولوجيا وبقية القطاعات التي نعرفها وتؤثر على حياتنا ومستقبلنا. مع أول رصاصة في الحرب الروسية الأوكرانية بدأت الآثار تظهر في العالم العربي، والكل يواجه مشكلات اليوم على مستوى استيراد القمح مروراً بسعر النفط، وقد نرى تداعيات مختلفة خلال الفترة المقبلة. ولا دولة عربية لديها احتياطها المنتج داخلياً، وقد نتضرر من هذه الأزمات أكثر من الدول التي تحارب ذاتها، لأن البنى التحتية اقتصادياً وزراعياً وعلمياً غير قائمة وغير متوفرة. لا يعقل هنا أن يتضرر أغلب العالم العربي وكأنه فقير جداً بلا موارد، لكن الواقع يؤشر إلى أن حكومات عربية كثيرة وبشكل متراكم وبسبب الفساد وسوء الإدارة وهدر الموارد ومنع التنمية العلمية والزراعية والاقتصادية تجلس اليوم على قارعة الطريق لا تجد القمح وتغرق في الديون، وليس لديها أي قدرة على تحمل إغلاقات العالم أو توتراته بطريقة منطقية ومعقولة. برغم عبور العالم العربي لأزمات وحروب في تواقيت سابقة، إلا أن أغلب الدول العربية لم تتعلم
ولم تغير طريقتها، وتجهيل الشعوب جار على قدم وساق عبر شهادات أكاديمية لا قيمة لها في التنافسية، إضافة إلى تردي الخدمات الصحية وكل خدمات المواطنين وفق سياسات الإفقار وتدمير مستقبل الأفراد عبر إغراقهم بالبطالة وغياب المستقبل وانعدام التخطيط. نشرت صحيفة ساندي تايمز مقالاً لماثيو كامبل قال فيه إن القصف الروسي على مدينة ماريوبول يذكر بالحرب العالمية الثانية، وقال إن القصف الشديد على المدن الأوكرانية دفع الناس إلى الهروب أو قتل الكثيرين منهم، وهي دليل على تكتيكات أحكم الروس معالمها في العقدين الماضيين أثناء حملتين ضد شعبين مستقلين تجرأ مثل أوكرانيا على مواجهة الكرملين. دك الروس غروزني في الشيشان وقتلوا الآلاف في التسعينات، ويقول أصلان دوكايف 61 عاماً والذي فر من بلاده منذ عام 1997 ويعيش الآن في هولندا، عندما أنظر للصور في أوكرانيا فهي تذكرني بغروزني، وعندما كنت أختفي في القبو بدون طعام كما يجب عليك أن تفعل عندما تقصف بالمدفعية ومن الجو. وكتاب الحرب للجيش الروسي لا يرحم، ويقوم بمحو المدن الأوكرانية لتصحيح الأخطاء بالأسلحة الثقيلة والغارات الجوية، وهو ما أدى إلى غضب دولي وقاد لاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس فلاديمير بوتين. ونفس الأمر حدث في أوكرانيا، حيث اندفع الروس للغزو بناء على معلومات أمنية غير دقيقة حول المقاومة المحدودة من الأوكرانيين. ففي معركة استمرت 72 ساعة دمر الشيشان رتلا من العربات الروسية في غروزني، حيث دمروا ما بين 102 و120 عربة مصفحة باستخدام المقذوفات الصاروخية، وهو ما قاد لتغيير جذري في الاستراتيجية الروسية. وعلى مدى 20 ليلة أطلقت المدافع الروسية 4000 قذيفة في الساعة على غروزني بدون أي اعتبار للمدنيين. وفي شباط من فبراير 1995 سقطت المدينة وقتل حوالي 80,000 شخص. تقول الصحيفة كانت هناك مقارنة ماكرة مع الشيشان في الحرب الشيشانية الثانية، فتحت روسيا معابر إنسانية للاجئين الهاربين من غروزني لكي تقصفهم، وفعلت هذا مرة أخرى في أوكرانيا. وكان من المأمول عدم تكرار انتهاكات الروسية في الشيشان مرة ثانية في أوكرانيا، إلا أن الروايات المتواترة تحدثت عن جنود الروس يطلقون النار على الناجين واغتصاب النساء عندما دخلوا في النهاية غروزني. قال صحيفة ديلي ميل البريطانية الأحد إنها وصلت إلى وثائق تثبت جزئياً صحة تورط ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. قائد قوات الحماية النووية البيولوجية والكيميائية الروسية كشف عن وثائق ومعلومات استخبارية تؤكد ضلوع الوكالات الحكومية الأمريكية في نشاط المختبرات البيولوجية الأوكرانية وتمويلها من قبل مؤسسات قريبة من القيادة الأمريكية الحالية، ولا سيما عبر صندوق الاستثمار روزمونت سينيكا الذي يرأسه نجل بايدن ويدعى هانتر. من جانبها ردت الولايات المتحدة الأمريكية على الاتهامات الروسية مؤكدة أن هذه الاتهامات باطلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن روسيا تحاول إيجاد تبريرات لشرعنة تدخلها العسكري في أوكرانيا. ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن تظهر أنه ساعد في تأمين تمويل بملايين الدولارات لشركة مايتا بويتا، وهي شركة مقاولات بوزارة الدفاع متخصصة في البحث عن الأمراض المسببة للأوبئة
التي يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية. وقالت الصحيفة إن الرسائل البريدية المذكورة تؤكد تورط نجل بايدن في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هانتر أكد لهم أنه لم يجمع التمويل للشركة فحسب، بل سيساعدها أيضاً في الحصول على عملاء جدد. قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الحرب في أوكرانيا التي ما تزال تعيث فساداً على الأرض تهدد أيضاً بالتسبب في نقص خطير لدى البلدان التي تعتمد على الإنتاج الروسي والأوكراني. هذه الحرب مليئة بالدروس والعبر بالتأكيد، بما في ذلك كونها حملت معها رسالة تحذيرية بخصوص مراجعة طرق التشغيل وخاصة التوريد في مجال الطاقة. من الواضح أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي والغاز على وجه الخصوص، ولا ينبغي أن يؤدي التخلص منه إلى إحياء الفحم، بل إلى فرض فكرة رصانة الطاقة التي يدافع عنها دعاة حماية البيئة. والآن يكتشف الكثيرون أن مصدراً آخر للطاقة وهو الحبوب يجعل جزءاً كبيراً من كوكب الأرض يعتمد على روسيا وأوكرانيا، ولا سيما البلدان الأكثر فقراً. إذا استمر القصف الروسي فسوف يمنع الأوكرانيون من ضمان حصاد القمح المقبل، وهو أمر حيوي لإريتريا والصومال ولبنان وليبيا وموريتانيا. أما الصادرات الروسية فهي معلقة، رغم أنها تمثل بالنسبة لبعض البلدان إمدادها الكامل من الحبوب. ومن هنا جاءت صرخة الإنذار التي أطلقها إيمانويل ماكرون متحدثاً عن أزمة غذاء خطيرة قادمة في عدة مناطق من العالم، وعلى وجه الخصوص في إفريقيا. إن الحرب في أوكرانيا تتسبب في حدوث صدمة غذائية عالمية لا تقل خطورة عن صدمة الطاقة. في الواقع فيما يتعلق بالنفط والغاز، تشهد أسعار الحبوب والقمح في الصدارة توترات وارتفاع الأسعار، مع خطر حدوث نقص في جميع أنحاء العالم. في الأخير تساءلت ليبراسيون، هل سننتظر بلا اكتراث حتى تندلع أعمال شغب بسبب الغذاء وما يترتب عليها من عواقب سياسية؟ وشددت الصحيفة على أنه يجب الآن أن نفكر في الحلول وليس عندما تكون المجاعة هناك. بيع قناع منحوت من وسط أفريقيا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في فرنسا، مقابل 4.2 مليون يورو، رغم مطالبة جابونيين تظاهروا في مقر دار المزادات المنظمة للحدث بإعادة القطعة. وحطم قناع جيل الخشبي النادر الذي استخدمه أبناء عرقية فانغ في الجابون السعر التقديري الذي تراوح بين 300 ألف و 400 ألف يورو في مزاد بمدينة مومليه في جنوب فرنسا. وقال رجل يصف نفسه بأنه أحد أفراد الجالية الجابونية في مومليه، سنتقدم بشكوى لأن القناع مسروق من أسلافنا وأجدادي من مجتمع فانغ، واصفا القناع بأنه مكسب استعماري غير مشروع. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص بانتقاد الواقع، تابعوا معنا.
شكرا لحسن المتابعة، أستودعكم الله.